بعد الانتهاء من المرحلة الأولى في منطقة شاكر العاني وتحقيق نسب متقدمة في شارعه الرئيس، يستمر الجهد الخدمي والهندسي الحكومي بالتوجه بآلياته وفنييه بأعمال تأهيل البنى التحتية في مناطق أخرى، أعمال مماثلة في حي البساتين التابع لمنطقة الشعب. الجهد الخدمي يواصل تهيئة الشوارع وصب الأرصفة ومد شبكات الصرف الصحي ومياه الأمطار، إضافة إلى إبدال المحولات الكهربائية والأسلاك وصولاً إلى مرحلة الإكساء. الحكومة الجديدة حسينا من ناحية التبليط المناطق الزراعية، من ناحية الكهرباء، من ناحية الخدمات، من كل النواحي، ونشكر هيئة الحجز الشعبي. تطوير ملحوظ بالمنطقة من ناحية التبليط، الأرصفة، عمل مستمر، يعني جهد صباحي وجهد مسائي مستمر العمل. لا احنا نلاحظ هذا الشيء، صباحي جهد صباحي موجود وجهد مسائي. كان اللي هنا المي، يعني جهان تنقلهم من المدرسة صعوبة جدا. هسه الحمد لله والشكر بدأ الجهد يشتغل ولا زالوا مستمرين. مناطق سبع البور والطارمية هي الأخرى شهدت جهداً خدمياً في مشاريع المجاري وتطوير البنى التحتية المتقادمة ورفع الأنقاض في الأحياء التي كانت مهملة ومحرومة من الخدمات الأساسية. أنجزنا مسافة كيلومتر و400 متر للطريق الحولي للناحية وبعرض 20 متر، ومستمرين بتقديم الخدمات داخل الأزقة والمحلات ضمن الناحية. رئيس الوزراء محمد الشيعة السوداني جزاه الله خير، مشكور من دز اللجنة هاي اللي تقصت الحقائق، نشوف يعني اكو شيء ملموس بعد زيارتهم، وان شاء الله جهدهم يستمر وعملهم يستمر بقضاء الطارمية. تم استلام 6 محلات سكنية مبدئيا من شركة المجاري، 4 منها تم اعداد كشوفات والمصادقة عليها، والبقية الاثنين حاليا في طور المصادقة. العمل يتضمن تبليط 6 أحياء مع الشارع الرئيسي في قضاء طارمية. ما يشهده جانبا الكرخ والرصافة في بغداد من حملات خدمية، يستمر الجهد الحكومي بأعمال المسح لمحافظات وأقضية أخرى في الوسط والجنوب لتطويرها. من بغداد، محمد العيداني، العراقية الإخبارية.